لذلك أخواننا الكرام ما في شيء الآن يعلو من الأعمال الصالحة على تزويج الشباب وتحصينهم من هذا الفساد الذي يعم الأرض. النبي قال كلام دقيق، قال ما خلا رجل بامرأته، ما قال ما خلا كافر، ما قال ما خلا فاسق، ما خلا رجل أي رجل من دون استثناء بامرأة. حتى إن بعض دراسات علم نفس الجنس تؤكد أن الإنسان حينما يستثار من قبل امرأة في خلوة تعطل محاكمته، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا يزني إلا جاهل الدليل. الدليل سيدنا يوسف قال ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. النقطة الدقيقة أيها الإخوة أنه ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها، لا تقلق. وسبحان من لا ينسى من فضله أحدا، ما من شيء أحب إلى الله من شاب تائب، إن الله ليباهي الملائكة بالشاب التائب، يقول انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. لماذا ترقى إلى الله؟ غض البصر يرقى بك إلى الله، ضبط الأذن عن سماع الأغاني يرقى بك إلى الله، ضبط اللسان عن أن تتفوه بكلمة فاحشة يرقى بك إلى الله، أن تصاحب المؤمنين صحبتهم ترقى بك إلى الله. لا تصاحب إلا مؤمناً، ولا يأكل طعامك إلا تقي، أن تبتعد عن كل عمل فني فيه مشاهد مثيرة هذا يرقى بك إلى الله، أن تلقي من يدك كل قصة مثيرة ألقها في الأرض، أنت إنسان طاهر، وهذه الشهوة التي أودعها الله فيك لن تحرم منها ولكن في الحلال. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. المعنى المخالف أن الذي يتبع هواه وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليه، يعني الإنسان يتزوج وقد يكون لقاء زوجه، وقد يستيقظ على صلاة الليل، وقد يبكي في الصلاة، ما فعل شيئاً خلاف المنهج. دقق في هذا الكلام، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. الزواج شيء رائع جداً، امرأة تحل لك، امرأة مصيرها لك معك، سوف يثمر هذا الحب طفلاً يملأ البيت سعادة، يكبر يكون معك دائماً، يكون في عونك، البنت في قلبها عطف وحنان على أبيها لا يوصف. الزواج الشرعي في مستقبل، في وفاء، في سعادة، في طمأنينة، في راحة نفسية، في مكانة اجتماعية. يعني الإنسان لما يخطب يأتي إلى بيت أهل مخطوبته، طبعاً خطب وكتب كتاب بيتم للساعة 3 أحياناً، ما حدا بيحكي له كلمة، زوجته صار في عقد، فبصير العرس بيزمروا بالطريق، مالكم مسيحيين؟ لا مالنا مسيحيين، عرس هذا حلال. لأنه أؤكد لكم مرة ثانية، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. أؤكد للإخوة الشباب وللأخوات الشابات، مرة زار بيتي إنسان متقدم بالسن، يعني قدمت له ضيافة قطعة حلوى، أول قطعة وضعها في فمه قال دعاء والله أنا أعرفه لكن شعرت بقشعريرة، قال سبحان من قسم لنا هذا ولا ينسى من فضله أحدا. أنا أقول للإخوة الشباب غض بصرك، وضبط لسانك،
وضبط أذنك واطلب العلم وأتي إلى المسجد وأتقن عملك ولن ينساك الله من فضله، لأنه في كتاب الجامع الصغير حديث: إن قرأته اقشعر جلدك. الحديث ضمن مجموعة أحاديث تزيد عن 20 حديث: حق الرجل على ابنه، حق الأب على ولده، حق الابن على أبيه، حق المسلم على المسلم، حق الجار على الجار. أما هذا الحديث: حق المسلم على الله أن يعينه إذا طلب العفاف. عندي قصص كثيرة لا تعد ولا تحصى عن شاب طلب العفاف. إحدى هذه القصص لعلي ذكرتها سابقاً: شاب اضطر أن يرافق أمه إلى فريضة الحج، يعني حج وهو في 18 من عمره. فلما عاد عنده مكتبة بحي متواضع، يبدو أنه فتاة متفلتة ساقطة وقفت أمام محله وغمزته وأشارت إليه أن اتبعني فتبعها. وهو في الطريق أجرى محاكمة، قال: يا رب، أنا حججت بيتك الحرام، إلى أين أنا ذاهب الآن؟ فخاف من الله ورجع. يقسم بالله العظيم أنه في اليوم التالي وقف أمام محله التجاري رجل وقور من وجهاء الحي، قال له: يا بني، هل أنت متزوج؟ قال: لا يا عم. قال له: عندي فتاة تناسبك تماما، أرسل أمك إلي. هو توهم أن فيها عيب كبير حتى عرضها أبوها، هيك نحن من أفكارنا الجاهلية. لكن القرآن قال له: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. شو بيمنع تكون أب عندك بنت مناسبة صالحة مستقيمة أن تعرضها على شاب مؤمن؟ تعال انظر إليها، أعجبتني أخلاقك وعندي بنت تناسبك. لذلك ورد بالأثر أنه من مشى لتزويج رجل بامرأة كان له بكل خطوة خطاها وبكل كلمة قالها عبادة سنة قام ليلها وصام نهارها. والآن ما في عمل أعظم من أن تهيئ لشاب مؤمن شابة مؤمنة، يعني تسره إن نظر إليها، وتحفظه إن غاب عنها، وتطيعه إن أمرها، والطيبون للطيبات. لا تقول ما لي علاقة، لا تقول امشي بجنازة ولا تمشي بجوازي، هذا كلام الشيطان. الرحمن ماذا يقول؟ وأنكحوا الأيامى منكم. أمر إلهي. كون وسيط، ما في مانع، تحمل بعض المتاعب، تجيك متاعب كثيرة طبعاً. هالزوجين متفاهمين، بغيبك 5 سنوات مبسوط وياها، بيتخانقوا بجد عندك: ليش بهالخمس سنوات ما شكرتني؟ لما تخانق معها أجرى، أنت كنت الواسطة. لذلك من عامل الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يعاملهم ولم يصبر على أذاهم. تحمل، أنت عايش لعمل صالح. لذلك أخواننا الكرام، ما في شيء الآن يعلو من الأعمال الصالحة على تزويج الشباب وتحصينهم من هذا الفساد الذي يعم الأرض.